على النبي الكريم وبعد. أحييكم تحية الإسلام وهو السلام عليكم. نحن أسرة ربطنا الدم مارقين السروال واحد، وزي ما قال الأستاذ التفرق كان ولم يكن، كان في وقت ومن حين أنا الجنب بيجي يعني الحمد لله القلوب دي كلها كترابطت، وحاليا الدم العربي كله متحرك، إذا ما وجدوا يدفكوا دي كلها كلها متحرك جاي على الجهة دي. إذا أنا عندي كلمة الآن، في شيء بيسموه المسار، زمن ضربوا بالمسار قالوا عز العرب، المسار دمار العرب، المسار هلاك العرب. الآن كل الناس وجدت حقها في الدولة ونحن لا شيء، والموجودين مننا في داخل الدولة يعني كأن ما قروا وكأن ما عندهم مناصب، حماية كما في أبدا، وشعور حركهم كما في أبدا. الآن حركت شعور الناس البرة اللي هم زي ما هايهم وسايرين بدليل شعورهم الحركة وقاعدين في المدينة وبعلمهم شعورهم الحركة. هالشيء الدائرة أقوله بالنسبة لنا محمد آدم ده، خدمت كل المناصب العسكرية وجيت في الشيخة وجاهل لعند الآن، ما عندي شيء ولا كتبت ولا قريت، لكن الضرورة اللي هي الجهل خليه أولا بأولا أتمدن شغل بسموه المسار ده، أتركوا نهاية مرة واحد سووا لكم مساكن وسووا لكم تجارة وأعمل لكم حديد، ده وقته شغل بنادول المال ده السائر ده خليه له بنفر ونفرين وتوطنوا، غير التوطن ما يكون أي مستقبل في الدنيا، عشان نحن البيجي فوقنا نتركه للجيل الورانا ده، يعني يكون جيل مثقف، جيل قاري، جيل عنده علم، جيل عنده أرض يسكن فيها ويتوطن فيها ويزرع فيها، إذا كان المال ده بيجي ما فيه كله بعيش فيه، ما نصبح نحن بس سايري وعم باكر بكان ننزل فوق كل ما نبي. والكلام ده صح حصل اليوم منا ببشي وتمشي ليه بنت وادي فرع، الشارع ده كل مراحيل ده كلها انزرعت سنه للسنه دي، بس انزرعت كلها كذا، زرعوها سووها قله وسووها في الطيخ، وهذا مو الشيء اللي زرقة سعيد له واصعب الطرق. بالنسبه لمشكلتهم معانا نحن معها مشكله زراعه، الناس علقوا يقولوا مشكله اولاد مالك لازم ياكلوا زراعه، سبحانك يا جليل. امس ده ما في زراعة، عملوا الصيف ما في زراعة، عقبات ما في زراعة، مشكلتنا كلها مشكلة توطن بس. الناس دي سووا شغل بسموه العامري، واليوم سووا شغل بسموه جعوك، إذا الناس دي نحرموهم السكن، أنا مجعوك ده نحرموهم سكننا، كان هنا جامع سينا مبروكة بيقروا فوق القرآن، نحنا بيقوا فرميرنا جينا كلنا قعدنا قدامهم في شكشكة، البيقوا بيرفع إيده كله فتح المجال وقول هجير هنا نيوتك ده عرف فيها ما يسكنوا، كان هنا مع ايام نكمل كرت كلها في الهجر نيتك ده ما يسكن. كمل الجفرنير قال لي ابو تحت، الطالب ده قال لي ابو تحت، هجر نيتك ده الله جابه ده اللي في مكانه ده والله يسكن. اذا معناها قد تكون عرف قضيه في ارض، والارض ده ولا جو مهاجرين من بلد اخر، اسالوا بشري شوفوها معناها احياء هذا كلها مسمى باسماء العرب، عقيده العاتم، عقيده المحامين، أقيد الراشد، أقيد المسيرية، أقيد البلوط، كلك فسر لهم قال لهم كنتوا أسكي أفهم المسألة دي، بشد الأرض يا بنو سووها ببشد. والعرب أسوأ المساء أسع حاليا ده إتوا كلامكم خلاص انفهم كلام الأرض، قوموا يلا دوروا لنا الوتائر، دورنا 15 وتير دنا ماردين وهم قاعدين فوق في رؤوس الحجار مدنقرين بنادقهم فوقنا بقوا في النار. أنا ما عندي لكم كلمة أخرى، الله يطرح فيكم البركة. والحمد لله أسي شيء تكرهه هو خير لك وأسي شيء تحبه هو شر لك. إذا كان ما حصلت المصايب ده كان ما جمعنا القبائل الثلاثة اللي لسه جمعنا في قعر الشدرة ده، في شات من هناك جولة دي سلمانيين جمعوا رحمتهم جو الكلام ده، جمعنا ده المشكلة حتى جماعتنا شباب، ونحتاج
اعتبرها خير لنا، خير لنا ما هي شر لنا. اذا من هنا وصاعدا اي انسان حليه يحط روحه يحط في راسه التمدن والقرايه والارض. الخير في الارض، خير مو في المال الجاقين، هذا الخير في الارض. ارض نادم عند ارض بزرع فوقه وبحسب ابدا شغل بيجيك ما في. اللهم يحفظنا ويحفظكم بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله يجعل لكم الشيء صرفته في ميزان حسناتكم، ونحن دائما وابدا ان شاء الله ده يكون الحبل بيننا وبينكم، حبل الوصل غير الحبل هنا الدم، حبل الوصل مهما كانت الحاله في كبير وفي صغير ده احنا معاه في ده. السلام عليكم. جزا الله خيرا الشيخ محمد آدم على هذه الوصيه.